مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. الحقيقة فعلا محتاجين نتعرف على الجيل الجميل ده، خصوصا في الأيام المباركة ديت، عشان فعلا نحس قد إيه القدوة الجميلة والأيام الجميلة اللي الناس كانوا عايشين فيها، اللي تربوا من إيدين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واللي ما زالوا في جيل الخيرية الجميل اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. احنا النهاردة الحلقة رقم 3 في حياة النجاشي، هذا التابعي الجليل اللي بجد بجد لازم تحبوه من كل قلوبكم. خدم الإسلام خدمات يعجز الإنسان يقعد يوصفها، عشان كده مطولين شوية معاه. احنا ذكرنا مجموعة من الشخصيات، والنهاردة الحلقة رقم 3 في النجاشي الواحد، وهنطول فيه شوية. وعشان حبايبنا اللي لسه ما شافوش حلقات النجاشي، هقول لهم اختصار سريع جدا جدا عن النجاشي علشان يكملوا معانا ان شاء الله في عجاله سريعه. حبايب قلبي، النجاشي مش اسمه النجاشي، النجاشي ده لقب لاي واحد بيجي يحكم بلاد الحبشه بيلقب بلقب النجاشي، زي ما اي واحد يمسك بلاد الفرس بيلقب بلقب كسرى، واللي يمسك بلاد الروم يلقب بقيصر. فالنجاشي مش اسمه النجاشي، ولكن لقب اي واحد بيجي يحكم بلاد الحبشه في الوقت ده كان بيلقب بلقب النجاشي. قصه النجاشي بتاعنا بقى حبيبنا اللي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وكان في مراسلات ما بينهم وبين بعض، ده كان اسمه أصحمة ابن أبجر. احفظوا الاسم ده كويس، أصحمة ابن أبجر. أصحمة ابن أبجر ده أبوه بقى، أبوه كان هو النجاشي الكبير بتاع بلاد الحبشة. كان هو ايه؟ كان هو النجاشي بتاع بلاد الحبشة، هو حاكم بلاد الحبشة، وما كانش يملك من الدنيا دي غير ابنه اللي هو أصحمة ابن أبجر. ففي يوم من الأيام اجتمع بعض شياطين الإنس من الوزراء والحكماء بتوع البلد هناك في الحبشة، وقالوا يا جماعة ما ينفعش ان الراجل ده يفضل على طول هو النجاشي، لان ده ما عندوش غير ابن واحد. يعني هو لو مات وابنه مسك بعديه، لو الابن مات خلاص انقطع الملك في الأسرة ديت، هتضيع وهتبقى في مشكلة ويحصل مهاترات ومشاكل بين الشعب. فالافضل ان احنا نخلي واحد يكون عنده عزوة وعنده اولاد هو اللي يمسك الحكم. قالوا طب مين اللي يمسك؟ قالوا اخوه، أخو النجاشي، أخو النجاشي اللي هو عم أصحمة بن أبجر. ليه؟ قال له عشان عنده 12 ولد، فلو هو مات ففي ابن يمسك، الولد ده مات اللي بعده يمسك، عقبال ما نعدل ال 12 هيكونوا خلفوا عيالهم كبروا يمسكوا مكانهم، يبقى العيلة متواصلة ويبقى الحكم فيه له شوكة وقوة في بلاد الحبشة. قالوا خلاص، طب نعمل الموضوع ده إزاي؟ قالوا نقتله، ما فيش عندهم أسهل من القتل يعني، قالوا نقتل النجاشي اللي هو والد أصحمة بن أبجر، طب نقتله إزاي؟ قالوا إحنا نقنع أخوه، فراحوا لأخوه اللي هو عم أصحمة وكلموه وقالوا له احنا يعني شايفين ان انت اولى واحد بالحكم وان انت لازم تمسك البلاد دي. طب ازاي ده اخويا ماسك الحكم؟ قال له مش مشكله، شغلش بالك، ودي مصلحه البلاد، ولو ما عملناش كده ممكن نقضي عليك انت وعيلتك. ولا اقول لك طب نكلمك باسلوب تاني، مصلحه البلاد يا اخي. فقعدوا يكلموه عن مصلحه البلاد والعباد و في الاخر بعد ما لقى الدنيا زغللت في عينيه كده وتنازل عن كل حاجه ونسى الارحام ونسى الصله والمحبه ونسى اخوه ونسى كل حاجه، وقال لهم خلاص اقتلوهم. راحوا عملوا حاجة زي كتيبة الإعدام، وجهزوا مجموعة من الشباب الأقوياء ومعهم الرماح والسيوف و واقتحموا القصر. في الوقت دوت كان أصحمة بن أبجر اللي هو النجاشي بتاعنا اللي هيبقى النجاشي بعد كده اللي احنا بنحكي قصته، كان لسه طفل صغير، كان نايم في حضن أمه في القصر وما يعرفش إن أبوه هيتقتل في اللحظة ديت وإن هو هيتيتم في السن ده. ودخلوا هؤلاء الخونة وقتلوا الرجل بلا ذنب، مع انه كان من اعدل الناس ومن افضل الناس، وقتلوه. وبعد ما قتلوه طلعوا راح بشروا الحكماء، قالوا لهم احنا خلاص خلصنا على النجاشي وقتلناه، طيب نطلع نبشر اخوه عشان نقول له بكره هتتوج ملكا على البلاد. طلعوا راحوا قالوا له ابشر قتلنا اخوك خلاص وهنتوجك بكره ملكا يعني نجاشيا على البلاد. طيب خلاص خير ان شاء الله. صبح الصبحيه شعب الحبشه سمع ان النجاشي بتاعهم اتقتل، اتقتل ليه ومين اللي قتله وليه وازاي وفين؟ محدش يعرف حاجه خالص ومحدش يقدر يتكلم ولا يقول اي كلمه في الموضوع، وبالتالي يعني زي ما بيقولوا كفوا على الخبر مجور وانتهت المشكله على كده، وتوجوه تاني يوم ملكا نجاشيا على بلاد الحبشه. ونسيوا دموع الطفل الصغير أصحمة بن أبجر،
وهو جالس تحت ظل شجرة بيبكي عشان أبوه اتقتل ليه وعشان إيه، وهو طول عمره شايف أبوه رجل عادل ومحترم وطيب وعمره ما ظلم حد، طب ليه قتلوه، طب ليه يتموني في السن ده؟ ما كانش لاقي أي إجابة على الأسئلة ديت. وتمر الأيام وعمه اللي هو أصبح النجاشي بقى حس بشيء من الذنب، فراح ضمه وضم الأسرة كلها ليه وعايشهم عنده في القصر وكده، واعتبر أن أصحاب ابن أبجر كأنه ابنه، وابتدى يعامله معاملة كويسة، وطبعا ولاد عمه عاملوه معاملة كويسة، أنهم ما كانش يعرفوا أن أبوهم هو السبب في قتل إيه؟ في قتل النجاشي الأصلي. وقعدوا قعد معهم فترة كبيرة، وكان ظهر عليه علامات النجابة والذكاء والفطنة وما شاء الله، لدرجة ان عمه حبه جدا وبقى يفضله على ولاده. الحكماء بقى والعالم يعني الظلمة دولت بدأوا يبصوا للغلام ده هو عمال بيكبر وقمة في الذكاء والنباهة، قالوا لا ده ممكن في يوم الايام ما دام عمه بيفضله ممكن في يوم الايام يقولوا اليه الحكم يبقى هو نجاشي الحبشه، ولو عرف ان احنا اللي قتلنا ابوه وخلينا عمه يمسك مكانه نجاشي الحبشه يمكن يقتلنا كلنا، اقول لك نخلص منه هو كمان. وراحوا لعمه مره ثانيه وقالوا له بص بقى ما فيش حل غير ان احنا نخلص من اصحاب ابن ابجر، لان دوت واضح انه نبيه جدا وذكي جدا، ولو عرف ان احنا اللي قتلنا ابوه ممكن بعد ما يبقى بعد كده نجاشي ولا اي حاجه يقوم يقتلنا كلنا. قال لهم ازاي، حرام عليه في الاول طبعا، حرام عليكم وتقوا ربنا ان انتوا لسه قاتلين ابوه ولسه ولسه ولسه. قالوا له بص مفيش حل غير كده، يا يعني نقتله يا يعني نطردوا من البلد. قال لهم خلاص اطردوه من البلد. خدوا اصحاب ابن ابجر وفي لحظه غدر وراحوا على شاطئ البحر كده، وراحوا بايعين الواحد من تجار العبيد، باعوه ب 600 درهم يعني بملاليم كده، وما رضوش يقولوا له ان ده ابن النجاشي السابق، ولا ان احنا ولا ان عمه دلوقتي هو النجاشي الحبشه، قالوا له ده غلام عندنا ومش عايزينه، بكام باي مبلغ، عرض عليهم 600 درهم باعوه له ب 600 درهم وخدوه ورجعوا. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. في نفس اليوم يا حبايبي هو اتباع النهاردة، وفي نفس اليوم عمه استيقظ ضميره ماشي بيكلم نفسه متضايق جدا، بقى معقولة أنا اتسبب في قتل أخويا، وفي نفس الوقت كمان بعدها بفترة اتسبب في أن ابن أخويا يروح يتباع ب600 درهم، وأنا بعمل ده كله عشان أبقى أنا النجاشي بتاع الحبشة، يغور الملك وتغور الدنيا كلها عشان أن أنا عملته ده، فحب ينسى المشكلة اللي عملها ديت، فمشي يلعب رياضة في مكان ما وحواليه الحرس من بعيد، وابتدت الأمطار تنزل وابتدت تكتر وتكتر، وابتدت سيول تنزل وابتدى الرعد والبرق، وفجأة ربنا يقدر ان صاعقة تنزل من السماء على الرجل ده فتحرق الرجل فيموت في التو واللحظة. في اللحظة دي الحكماء قالوا طب هنعمل ايه، الرجل مات. قالوا مش مشكلة ما عنده 12 ولد. راحوا البيت لقوا أولاده الاتناشر مش زعلانين إن أبوهم مات، قاعدين بيتخانقوا مع بعض وبيضربوا بعض عشان مين فيهم اللي يمسك الملك، فحسوا بغلطة العمر، قالوا ياه بقى احنا كنا بنعول على إن الراجل ده يمسك الملك ويبقى نجاشي الحبشة عشان أولاده الاتناشر دول موجودين، ده كلهم سفهاء وأغبياء، إزاي نعين واحد منهم إنه يمسك ملك الحبشة ويبقى نجاشي الحبشة، ده ولا واحد فيهم ينفع، أمال مين اللي ينفع يا جماعة؟ قالوا أصحاب ابن أبجر اللي أنتوا لسه بايعينه ب600 درهم. طب ده زمان راجل ركبوا السفينه ومشاوا السفينه مش عارفين هي رايحه فين، فممكن يروح يتباع في اي بلد ومش هنعرف نوصل له. قالوا نلحقه، جريوا على طول في ساعتها يا جماعه على الشاطئ عشان يلحقوا اصحاب ابن ابجر ويرجعوه ويمسكوه نجاشي الحبشه. فضلوا يدوروا يمين وشمال لحد ما ربنا قدر ان هم فعلا الحمد لله لقوا اصحاب ابن ابجر ورجعوه، كان طبعا بقى شاب ما شاء الله، ورجعوه وقالوا له ما حدش هيمسك ملك الحبشه الا انت، عمك مات النهارده بصاعقه نزلت من السماء. كل ده هو ما عرفش ان عمه عمل كده في ابوه، وما عرفش ان عمه عمل كده فيه، هو ما عرفش ان عمه تآمر على قتل ابوه، وان عمه كمان تآمر على بيعه، كل ده فاكر ان عمه بيحبه فبكى وزعل جدا على عمه ورجع ومسك ملك الحبشه، واهل الحبشه فرحوا جدا جدا فرحه العمر كله بان اصحمة ابن ابجر ابن النجاشي السابق الرجل الطيب الفاضل اللي كان بيعدل ما بينهم اللي عمره ما ظلم حد هيرجع بقى ابنه وهو اللي يمسك المملكه، وهو ما شاء الله عنده ذكاء وفطنه عدل وحكمة وطيب ما شاء الله، فكانوا فرحانين بيه جدا وبدأوا يلعبوا بالحراب فرحا باستقبال هذا النجاشي الجديد، فأصبح أصحمة ابن أبجر بطل قصتنا الجميلة، الآن بقى هو النجاشي. يبقى النجاشي الأولاني كان أبوه
واللي بعديه كان عمه، والثالث هو بطلنا بقى اللي احنا عايزينه اللي هو النجاشي اللي هو أصحمة ابن أبجر. واضح القصة كده حبايبي؟ وأظن الأمور واضحة جدا جدا وجميلة وما فيش أي مشكلة. طيب مضت الأيام والسنين ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن أصحمة ابن أبجر اللي هو النجاشي بقى خلاص بعد كده احنا خلاص وصلنا ان هو النجاشي، هنقول بعد كده بقى النجاشي على طول، يبقى انتوا عارفين ان هو ده أصحمة ابن أبجر. قدر ربنا ان أصحمة ابن أبجر النجاشي عرف الحقيقه، والحقيقه ما بتستخباش كتير يا جماعه، لو استخبت فتره عمرها ما تستخبى كتير. عرف ان هم اتأمروا وقتلوا ابوه، وعرف ان هم اتأمروا هم وعمه على ان هو يتباع ب 600 درهم، وان هم كانوا عفوا وان هم كانوا عايزين يقتلوه برضه. فابتدى يعني يحزن كده من جواه، معقوله عمي يتآمر مع ناس غرب على قتل ابويا عشان هو يبقى هو نجاشي الحبشه؟ طب ليه؟ هي الدنيا مستاهله ان الناس تعمل في بعضها كده؟ وياما في امور كتيره في حياتنا من المضحكات المبكيات اللي بتخلي الانسان احيانا يمسك دماغه كده يقول مش ممكن، هي ليه الناس بتتحول وبتتنازل عن اخلاقياتها وعن حاجات كتيره من دينها علشان امور دنيا وعلشان شهره وعلشان فلوس وعلشان جاه وعلشان سلطان وعلشان وعلشان؟ ليه؟ هي الدنيا اصلا مستاهله ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال عنها وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يا سبحان الله. فعرف إن هم اللي تأمروا على قتل أبوه، وعرف إن هم تأمروا على قتله، لكن رسل الموضوع في النهاية إن هم باعوه ب 600 درهم. كان الموقف إيه منه؟ كان الموقف منه إن هو عفى وسامح. يا سلام، وما فيش أجمل من إنسان لما يسامح. يعني سبحان الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كل ما تعفو ربنا هيزيدك عزة، ده مش ضعف منك يا حبيب قلبي، ده عزة ربنا بيزيدك عزة ورفعة ومكانة فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان دعاء ليلة القدر إن النبي عليه السلام أمنا عائشة بتقول له يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خد بالك ان كان ممكن يقول قولي اللهم انك غفور تحب المغفره فاغفر لي، لكن العفو ابلغ واعظم من المغفره. المغفره معناها الستر، يعني يا رب استرني. والدليل على كده حديث النجوى اللي رواه البخاري عن ابن عمرو ان النبي عليه قال يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول بلى يا ربي وفعلت كذا وكذا، بلى يا ربي، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. إنما بقى العفو، العفو إن الذنب يتمسح أصلا من الصحيفة، المغفرة ربنا هيحاسبك على الذنب ده لكن مش هيعاقبك عليه، هو غفر لك لكن هيذكرك بالذنب ده يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، كما عند البخاري وفي رواية الطبراني من نوقش المحاسبة هلك، مجرد ان ربنا يحاسبك ده عذاب وهلاك. فالعفو بقى ان ربنا يأمر الملائكة تمسح الذنب من الصحيفة، لا تتسئل عنه ولا تتعاقب عليه. هديك مثال بسيط دنيوي بسيط، واحد شغال في شركة وعمل غلطات كتير قوي أذت الشركة، وكل الكلام ده موجود في ملفات عند المدير. فجي المدير قال له يا فلان، قال له أيوه، قال له شايف كل الغلطات اللي انت عملتها ديت موجودة عندي في الورق ده، ايه رأيك؟ انا هسامحك بس الورق ده هيفضل عندي في المكتب، هيطلع وقت اللزوم. ده يبقى غفر له ولا عفى عنه؟ هيبقى غفر له، يعني ستره، لكن ما زال الحاجات موجودة فين؟ في الدرج عنده. لكن لو حب يعفو عنه هيقول له ايه؟ هيقول له يا فلان شفت الغلطات اللي انت عملتها دي كلها؟ اهي متسطره عندي في الورق، ايه رايك؟ انا عفيت عنك، كل الورق ده هولع فيه. ايه الاجمل؟ العفو ولا المغفره؟ العفو. عشان كده دعاء ليلة القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا رب اعف عنا يا رب العالمين. فالشاهد في الموضوع ان النجاشي لما عرف ان هم كانوا سبب قتل ابوه وكانوا تامروا على قتله هو عفى عنهم وسامحهم، خلاص نبدا صفحه جديده والدنيا مشيت خلاص، وحكم البلاد بالعدل.
ونشر الحب والخير بين الناس وأكرمهم غاية الإكرام وعدل ما بينهم وما ظلمش حد. وبعد فترة يسيرة حصل خير كبير قوي قوي وشمس الدنيا كلها نورت ببعثة الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. سمع النجاشي وهو قاعد في بلاد الحبشة إن في واحد بعث في أرض الجزيرة اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن هو نبي آخر الزمان. والنجاشي كان نصراني وبدأ يعني يقرأ، وفعلا تأكد إن فعلا في نبي آخر الزمان كما بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل إنه هيبعث نبي في آخر الزمان وبشرا بالرسول يأتي بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ يعرف إن فعلا هو نبي، لكن الأمور كانت لسه يعني إيه، لسه برضو ما سمعش ولسه ما عرفش ولسه ما وصلوش بقى القرآن والسنة، لسه ما عرفش حاجة خالص. فقدر ربنا سبحانه وتعالى في الوقت دوت بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم وبدأ يجهر ب دعوة الحق. فبعض السابقين الأولين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول هؤلاء أول من آمن من الغلمان علي بن أبي طالب، وأول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من آمن من النساء خديجة بنت خويلد، وأول من آمن من الموالي زيد بن حارثة. آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدت أفواج الكرام السابقين يؤمنوا برسالة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وابتدوا يتبعوا النبي، واشتد الإزاء إزاء شديد جدا، كانوا مستضعفين طبعا في البلاد، وابتدى إزاء شديد جدا يسلط على الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر لهؤلاء المستضعفين وحزين جدا عشانهم، يلاقي بلال بيعذب وبتوضع الصخور العظيمة على صدره وعلى ظهره، ويقول له يعني الرجل الذي كان يملكه يقول له آلات والعزة إلهان من دون الله، فيقول أحد فيمر أبو بكر ويقول ينجيك الله الواحد الأحد، ويروح أبو بكر ويصف التجارات ويجمع الأموال ويعتق العبيد والأرقاء من أجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فيقول المنافقون والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا اليد كانت لبلال عنده، يعني هو بيجامله عشان أكيد بلال جامله قبل كده. فإذا بالحق جل وعلا ينزل قوله جل وعلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تعالوا نشوف صور من الابتلاءات العجيبة اللي تعرض لها الصحابة في بداية البعثة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. هم كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين، كالملائك في السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا قدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف صور من الإزاء العجيبة اللي تعرض لها الصحابة. الصحابة يا جماعة تعرضوا لإزاء شديد جدا، عشان نعرف قد إيه الدين وصلنا على أشلاء ولحوم ودماء هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. تعذبوا عذاب شديد جدا. واحد زي عمار بن ياسر على سبيل المثال تعذب عذاب شديد جدا، تعذب هو وأمه وأبوه. أمه انضربت في موطن فتها من أبي جهل عليه من الله ما يستحقه، وهو يريد منها أن تقول كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فأبت فطعنها في موطن عفتها فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. يا بنات المسلمين، يعني أول شهيدة في الإسلام كانت امرأة. معقولة سمية تقتل وتبقى أول شهيدة في الإسلام وانت لسه لحد النهاردة مش لابسة حجاب؟ معقولة؟ أمال لما تقابلي سمية رضي الله عنها وارضاها على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقولوا له يا رسول الله أنا كنت متبرجة، مش هيب عليك لما سمية تقولك يا بنتي يا حبيبتي معقولة أنت كنت متبرجة؟ ده أنا اتقتلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة مهمة جدا، عايزين نحط المواقف دي كده نصب أعيننا. فشاهد في موضوع اتقتلت أم عمار قدام ابنها عمار، وبقى المسألة صعبة جدا لما الأم تتقتل قدام ابنها، وتعذب أبو ياسر عذاب شديد جدا لحد ما مات هو كمان، وما بقي إلا عمار عذبوه عذاب شديد لحد ما في يوم الآن من شدة العذاب لم يتحمل، طلبوا منه يقول كلمة سيئة في حق النبي قالها غصب عنه عشان يسيبوه، راح للنبي وهو بيبكي يقول له يا رسول الله ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فتبسم نهر الرحمة ينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم وقال فكيف تجد قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. لا شوية تقل هبل يعني، يعني هم كل اللي عايزينه بس كلمتين تقولهم، لا الله طلبوا منك قولها من وراء قلبك عشان تنجو من عذابهم. فقال فإن عادوا فعد. فنزل قول الله عز وجل
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا سلام، عمار يعذب وأمه تقتل وأبوه يقتل وهو يعذب عذاب شديد جدا، وبلال رضي الله عنه ورضاه يعذب، عدد كبير جدا من الصحابة عذبوا عذاب شديد، حتى إن الأذى وصل لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، رموا سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورموا التراب فوق راسه وطردوه من مكة، وخرج وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يا سبحان الله. ويتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، يتهم في أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتنزل براءتها من فوق 7 سماوات، وفوق ده كله 9 مؤامرات يا حبيبي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم كل ده اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويتأذي في الطائف صلى الله عليه وسلم، ويجيله جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، ويقول ملك الجبال لسيد الرجال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبان جبلان بين مكة والطائف، أجيب الجبلين كده هم في النص. قال لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، ومن ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل إلى غير ذلك، كل ذهب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل النبي أذى شديد جدا، ولكن في النهاية بقى صعبان عليه. يعني مشهد الصحابة هم بيعذبوا ويقتلوا وبيتأذوا إزاء شديد جدا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال لهم، يعني أمرهم قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق. الله، تزكية عظيمة جدا جدا، من أعظم التزكيات إن النبي قاعد في المدينة، قاعد في مكة، وبيقول للصحابة روحوا الحبشة، في إن الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد أبدا. إيش عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوحي، ربنا سبحانه وتعالى بعت له جبريل عليه السلام يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم قول لأصحابك كذا، قول لهم روحوا الحبشة، في الحبشة في ملك لا يظلم عنده أحد أبدا. ويروح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للحبشة 11 واحد يهجروا، على رأس هؤلاء جميعا عثمان ابن عفان، وكان معاه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي كانت أول أسرة تهاجر في الإسلام بعد لوط عليه السلام. فهاجر عثمان ابن عفان وزوجته رقية والزبير بن عوام وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبو حذيفة بن عتبة ومرأته سهلة بنت سهير بن عمرو ومصعب بن الزبير وأبو سلمة إلى غير ذلك، 11 واحد هاجروا من مكة إلى بلاد الحبشة، خرجوا سرا وسلكوا طريق البحر كده وركبوا السفينة وطلعوا على الحبشة، ووصلوا هناك ونزلوا، فعلا لقوا الأرض أرض صدق، ولقوا الملك اللي عندهم فعلا اللي هو النجاشي رحمه الله رحمة واسعة، رجل عادل فعلا ما بيظلمش حد أبدا، عمره ما تجاوز حدود مع حد، عمره ما أذى حد، عمره ما تسلط على حد، كل إنسان بياخد حقه بالرضا وبالحب وبالمودة. ولقوا المكان فعلا مكان آمن ومكان خصب جدا لنشر الدعوة الإسلامية، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى يحصل موضوع كده، موضوع عجيب جدا سبحان الله، حصل ازاي ما تعرفش، لكن هو موضوع حصل كده، قدر ربنا سبحانه وتعالى ان بعض الصحابه فهموه غلط فوصل الخبر للحبشه فجم غلط برضو. ايه اللي حصل؟ والحديث في البخاري ان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام دخل الحرم، فوقف يصلي وخلفه الصحابه، والمشركين واقفين وراهم بيراقبوا الموقف وبيشوفوا النبي بيعمل ايه هو الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي والصحابة بيصلوا وراء، فبدأ في سورة النجم.